يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا جازلي. صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. دايما احنا كده بنردد وبنقول ان الحياة الزوجية عبارة عن مشاركة، الزوج بيشارك زوجته في كل حاجة، والعكس ايضا في كل الاوقات، في كل المناسبات، في كل الظروف. هي الحياة الزوجية عبارة عن مشاركة مبنية على الحب، مبنية على التفاهم، مبنية على الود. في الاعمال المنزلية والمتعارف عليه عندنا ان الست او الزوجة هي اللي بتقوم بالاعمال المنزلية، ودي حاجة لا خلاف عليها، يعني دي حاجة معروفة عندنا كلنا، يعني ان الست هي اللي بتقوم بالاعمال المنزلية. مساعدة الزوج للزوجة في الأعمال المنزلية، هنا الناس انقسمت إلى جزئين. حد شايف إن ده بينتقص من قوامته، من رجولته، وأنا إزاي إن أنا أساعد زوجتي في شغل البيت، أنا ماليش دعوة، أنا أشتغل برة وأجيب فلوس وهي في البيت تعمل شغل البيت، تروق، تطبخ، تاخد بالها من العيال، تعمل كل حاجة متعلقة بالبيت وأنا بشتغل برة. وفي ناس تانية بتساعد، في ناس تانية بتمد إيديها في كل حاجة، وهنا الناس دي الحقيقة يعني كل الشكر ليهم طبعا بكل تأكيد، وبيضربوا نموذج مهم جدا، وواخدين قدوتهم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. بكل تأكيد احنا مش هنبقى احسن من سيدنا النبي. سيدنا النبي كان بيساعد اهله. سيدنا عائشة كانت بتقول ايه؟ ان النبي عليه الصلاة والسلام كان في مهنة اهله. يعني ايه كان في مهنة اهله؟ يعني كان بيساعد اهله، زوجاته يعني، في شغل البيت، على الرغم من انه كان بيقوم طول الليل، وبالمناسبة كان فرض عنده، مش زينا مثلا تطوع، لا، قم الليل الا قليلا، فكان بيقوم طول الليل وكان عنده مسؤوليات بالنهار، لكنه في نفس التوقيت كان بيساعد اهل بيته. النبي عليه الصلاه والسلام كان بيساعدهم في كل حاجه، واحنا عارفين ان في احاديث كتيره جدا. ستنا عائشه برضو كانت بتقول ان هو كان يرقع ثوبه، كان يخصف نعله، كان يحلب شاته، فالنبي كان بيساعد زوجاته في شغل البيت. هل ده ينتقص من قوامه الرجل او من رجولته او من سيطرته في البيت او 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 او؟ بكل تاكيد لا. سؤال حلقتنا بيقول هل بتساعد مراتك في شغل البيت ولا لا؟ وايه المهمه اللي انت بتعرف تعملها؟ عايزين ناخد راي جمانه في الموضوع ده. بساعد مراتي في البيت ولا لا؟ ناخد رايك في الموضوع، ما قلتش جمانه بتعمل ايه، قلت ناخد راي جمانه في الموضوع ده، في مساعده الازواج لزوجاتهم في شغل. لا طبعا، طبعا اكيد لازم يساعدوا، ده اكيد لازم يساعدوا في شغل البيت. مش فكره ان هو يساعده عشان بس ما ندخلش في الحته بتاعه فرد مش فرد، هل على الزوجه كذا وهل على الزوج كذا، عشان ما ندخلش بقى في السكه دي خالص خالص. احنا بنتكلم بس بالمنطق، وزي ما شاذلي قال، لو هناخد سيدنا الرسول، طبعا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اسوه، يعني اكيد هنساعد. ايه المشكله لما نساعد طول ما احنا قاعدين؟ حتى مش مراتك في البيت، والدتك، والدك، ايا من كان في البيت، ايه المشكله ان احنا نساعد؟ ليه ما يبقاش في روح المشاركه كده بيننا وبين بعض؟ عايزه بس انا اقول لك على حاجه يا شاذلي، يمكن ناس كتير هتستغرب اللي انا القصه اللي هحكيها لك دي. انا عندي اخين ولدين اكبر مني بكتير، يعني اللي في النص اكبر مني بحوالي 19 سنين. لما كنت باجي اساعد ماما مثلا اغسل مثلا معاها حاجه في المطبخ، اعمل حاجه، هم كانوا بيتضايقوا، يعني هم ما كانوش بيحبوا ان انا مثلا اساعد في البيت. هم بالعكس على فكره ممكن هم اللي يقوموا يساعدوا ماما لو مفيش حد بيساعدها. صغيره قوي بيدلعوها يعني، يعني حاجه زي فهم ما كان يعني مش عشان حاجه، هم بجد كان الموضوع بيضايقهم. زي ما انت كنت تقولين يمكن كانوا شايفيني الصغيره، فيعني لا خلاص خليكي انت، احنا ممكن نساعد احسن. ايه المشكله؟ ده بالمناسبه ما طلعنيش شخصيه مش مسؤوله، ولا شخصيه مش عارفه تمد ايدها في البيت زي ما بيقال خالص. بالعكس خلاني اشوف يعني انه لا، حلو ان الراجل يساعد، حلو ان الراجل يكون ليه دور، حلو كمان ان انا يكون ليا دور. الفكره كلها بتبقى في الاحساس بالمسؤوليه، من غير ما حد فينا يجي على مسؤوليه التاني، او انه يجي على الشخص التاني، او يفرض فروض او واجبات على الشخص التاني. صح. الموضوع تماما مش فرض. ولو هنتكلم بفروض، يعني لو هاجي اقول مثلا شاذلي انت المفروض عليك كذا، بما اني اسست لفروض يبقى انا كمان اسست لنفسي انا كمان فروض. لكن لو هنتكلم في المشاركه، شاذلي هيشارك في البيت، والستات هتشارك في البيت، وكلنا هنشارك بعض في البيت، والدنيا هتمشي لطيفه، بعيدا تماما بقى عن الجزئيه اللي احنا دخلنا فيها بقالنا فتره كده، الست عليها فرض تعمل كذا، لا مش فرض تعمل كذا، لا الراجل المفروض عليه كذا، لا الراجل لا خالص. على فكره الراجل مقتدر وقادر انه والله يساعد، ان كان بفلوسه انه يجيب لزوجته حد في البيت ان هي تساعده، اهلا وسهلا. الراجل مش مقتدر، الست طبيعي جدا انها تساعده. كل دي حاجات كمان بتقدر، يعني كل دي حاجات يا شاذلي بنقدرها لبعض. صحيح. يعني انا ما اعرفش ايه اللي دخلنا هنا، ومش عارفه مين اللي اسس لفكره ان الراجل
إن كان زوج أو أخ بقى أنه ما يقومش يساعد في البيت. أنا مش عارفة إحنا جبنا الموضوع ده منين. لا عادي جدا، الأخ بيساعد والأب بيساعد والزوج بيساعد، فين المشكلة؟ أنت عندك مشكلة؟ لا خالص إطلاقا، على فكرة أنا متفق معك جدا في الموضوع ده. حتى لو ما عنديش وقت إن أنا أساعد، فعلى الأقل كلمة شكرا في حد ذاتها على تعبها مثلا في البيت. كلمة كويسة، ابتسامة، تسلم إيدك، أنت تعبت يعني، حتى لو ما عنديش وقت. وبالمناسبة هي جمانة كانت بتتكلم في نقطة مهمة جدا، إن أنا ما أحطش قواعد في الموضوع ده، ما اجيبش ورقة وقلم واكتب الزوج 1 2 3 4 الزوجة 1 2 3 4. الدنيا مش ماشية كده خالص. لا، طالما انا بعمل حاجة بعملها بحب، فانا هعملها وهتطوع وهزود كمان. فعشان كده لما بدأنا الكلام بنقول ان الحياة الزوجية مبنية على ايه؟ المشاركة اللي مبنية على الحب والتفاهم. طول ما في حب وتفاهم فهتلاقي ايه، الناس بتساعد بعض، هتلاقي الزوج بيساعد لو عنده وقت بالمناسبة، لو ما عندوش برضه ضغط، لو ما عندوش. عايزين برضه نركز على الموضوع ده يا جمانة، يعني الزوجة برضه احنا قلنا ان الزوج لازم يساعد وكل حاجة، بس الزوجة لو شايفاه مثلا راجع من الشغل مجهد ما تفرضش عليه بقى، ما تقولش قوم خد المكنسة وخد لك لفة يعني. ما يرضيش حد برضه يعني، ما يرضيش حد يعني. طب ما هي برضه ممكن تكون هي كمان جاية من الشغل تعبانة، ما هي دي اللي بقولوا لك المواءمة، يعني نشوف ونقدر ظروف بعض. هو جاي من الشغل، وارد كمان تكون هي جاية من الشغل، عادي جدا. ايوه ماشي. أنا لا أنا بتكلم عن كيس معين، هي ما بتشتغلش. اشمعنى الكيس دي تحديدا؟ اشمعنى الحلقه دي تحديدا؟ المهم ان احنا لازم نساعد. يعني عامه يا شاذلي، بالنيابه عن كل السيدات والزوجات، احب اشكرك عامه على مساعدتك في البيت. اه طبعا، لا بساعد والله، انا متعور، السكينه ما وراني والله. شفت البدن بتشوف ايه؟ اه كل ما ادخل المطبخ كل اتفضل اطلع بره. لا بس انت بتحب الاكل. بس عندي حاجات غير، عندي غير بحب الاكل والله، عندي حاجات فعلا انا اللي بعملها. انا بعمل الفطار مثلا، انا بحضر الفطار بالمناسبه. هي انا بعمل السلطه. هي السلطه يعني، بس اشمعنى تحديدا السلطه؟ اه يعني اعمال خطيره فيها سكينه وبتاع. الحاجات الخطيره دي برضو محتاجه حد يكون حكيم. طب وبالنسبه للكيس بتاع الـ 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 النفايات، كيس الزباله بتعمل فيه؟ لا طبعا، لا طبعا، ده من الحاجات المهمه جدا. انا اشتغل على نفسي الفتره الجايه في الموضوع ده. ما ترى دي الفكرة، زي ما كنا بنتكلم انه بجد لو حطينا فروض بين الزوج والزوجة، ده بقى عقد. شلنا بقى خالص منه المودة والرحمة والتقدير والمواءمة، شلنا كل الكلام ده وبقينا 1 2 3. 1 2 3 دي يعني معنى كده لو الزوجة تعبانة مش محسوب ومش مقدر، لو الزوج والله ظروف الشغل ولا هو تعبان أثرت معاه مش مقدر برضو ومش محسوب، ما هو عقد، احنا بنتكلم بقى هنا في عقد. فبالتالي أعتقد إنه الحياة الزوجية مشاركة ومودة ورحمة، نساعد بعض على قد ما نقدر، من غير مش يعني من غير ما حد يجي على التاني برضه، عشان احنا احيانا يا شاذلي عارف، لا انت المفروض تعمل كذا، صح، ولا اصل انت مش تعبانه انت بتتدلعي. لو بيحبوا بعض مش هيقولوا كده. بالظبط كده. يعني نقدر ظروف بعض، وعرفنا شاذلي اهو بيساعد، ويعني انا مش هقدر اشارك قوي في الموضوع ده، لكن بتشارك وجهه نظرك في الموضوع. اللي جاي يساعد ان شاء الله، وهنشوف. انتوا قولوا لنا كده انتوا رايكم ايه، بتساعدوا زوجاتكم في شغل البيت ولا لا؟ شايفين اصلا الرجاله ينفع تعمل ده ولا لا؟ وايه المهمه اللي انت ممكن تكون بتعرف تعملها في البيت؟ بالمناسبه يا شاذلي، بصيت على بعض التعليقات كده على سؤال الحلقه، شفت تعليق غريب جدا، واحد كاتب او حد كاتب انه والله لو هي بتساعدني في شغلي كنت ساعدتها انا في شغل البيت. ايه العلاقه؟ ايه العلاقه؟ ايه العلاقه ما بين ده وده؟ يعني بقول لك سيدنا النبي كان بيساعد في شغل البيت، بيساعد زوجاته في شغل البيت، وكان عنده مسؤوليات طول النهار، وكان بيقوم طول الليل او نص الليل، وما كانش بيقول ان زوجاته ما بيساعدوهوش، فبالتالي هو مش هيساعد. يعني ايه العلاقه؟ يعني انت ازاي اصلا تفكر في حاجه زي دي؟ لا طبعا الفكر ده مرفوض تماما. وفي نقطه كمان عايز اتكلم فيها، ان انت تقدر الزوجه، بمعنى انت لو في مره رجعت من الشغل لقيتها مش عامله اكل، ومش هقولك ان هي تعبانه، هي مرتاحه اليوم ده، هي مش تعبانه يعني مش مريضه، لكن مرتاحه اليوم ده، ايه المشكله؟ انا ما عملتش اكل النهارده. الدنيا بسيطه جدا، هتقدر تعمل اكل انت، عامل مش تقدر تعمل اكل، كل عيش وجبنه، كل الموجود. اه ده في مقارنات كمان يا شاذلي احيانا، ودي كارثه. يعني اشمعنى انت ما بتعمليش ما مرات فلان بتعمل؟ طب ما هي كذا. حتى دي فيها مقارنات. اه والله. يعني هو يا جماعه القدرات غير بعض والظروف غير بعض، فخلينا نقدر بعض بشكل عام، نقدر بعض. الظروف اصلا دلوقتي بقت يعني
فيها حاجات كتير جدا وتفاصيل كتير جدا، خلينا نقدر بعض. والحياه بتفرض طبعا الحياه اصلا كمان بتفرض علينا يا شاذلي اعتقد ظروف غصب عننا صعبه، ليه بقى احنا كمان بنصعبها على بعض؟ ما نسهلها لبعض ونسهلها على بعض عشان نعرف نواجه الظروف اللي احنا بنتحط قدامها غصب عننا. على اي حال ده سؤال حلقتنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، مستنيين اجابات ومشاركات حضراتكم اللي هنستعرضها مع بعض في حلقه النهارده. صباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا، وصباح الخير يا مصر.